مسار حل الدولتين من الممكن أن يكون أكثر سلاسة، أو أنه قدوم الجمهوريين قد يهيئ الأرض أمام مسار حل الدولتين؟ أعتقد ذلك إذا كان عندهم رغبة حقيقية، وتكون يعني إسرائيل خارجة من حرب غزة منهكة سياسيا وعسكريا وشعبيا، أعتقد هتكون الأرض مهيئة لده. وطبعا الفلسطينيين هيكونوا نفس الشيء، والعرب هيكونوا نفس الشيء، والعالم هيكون نفس الشيء، كله هيكون منهك. طيب، خاصة انه انا عندي نظريه معينه في الحرب الدايره، انه بنيامين نتنياهو عشان ينقذ نفسه سياسيا وعسكريا من مصلحته ان يعني يجعل هذه الحرب مستمره حتى صح. الانتخابات الرئاسيه الامريكيه القادمه. صح جدا. لو جاء رئيس جمهوري هو هيتوقع منه دعم بقى عشرات الاضعاف، لانه تخيل انت حضرتك استاذ يوسف انه الاعلام الامريكي هنا اليميني بيلوم الديمقراطيين وعلى راسهم جو بايدن انهم لم يقدموا الدعم الكافي لاسرائيل لا عسكريا ولا سياسيا، بالرغم اللي انت شايفه ده كله.